السلام عليكم أعزائي التلاميذ، سنواصل بدرس جديد نستثمر فيه الدرس السابق، عنوانه دراسة وتمثيل دوال اعتيادية. أولا، دراسة وتمثيل الدالة X تساوي F لX تساوي A X أس 2، حيث A يساوي 0. هذا الشرط لـ A يساوي 0 حتى لا نسقط في الحالة التافهة ديال الدالة المنعدمة التي نعلم بكل بساطة تمثيلها المبياني عبارة على محور الأفاصيل. إذن أولا نشاط، نعتبر الدالة العددية F للمتغير الحقيقي X، حيث F لX تساوي AX أس 2 وA يخالف 0. أولا حدد دد F، ثانيا أدرس زوجية F، ثالثا أدرس رتابة F على R زائد، رابعا ضع جدول تغيرات F على R، خامسا أنشئ CF في معلم متعامد ممنظم OEG في كل حالة من الحالتين التاليتين: الحالة الأولى A يساوي 1 والحالة الثانية A يساوي ناقص 1 على 2. إذن الحل، أولا D de F لدينا هنا F دالة حدودية، F دالة حدودية، إذن D de F يساوي R. فيما يخص الزوجية لدينا لكل X من D de F ناقص X أيضا ينتمي إلى D de F، و F لناقص X تساوي A ناقص X أس 2 تساوي A X أس 2 اللي هي F دو X. إذن F دالة زوجية. السؤال الثالث، ندرس الرتابة على R زائد. ثالثا، إذن ليكن X و Y من R زائد، حيث X يخالف Y. تبعوا الطريقة ديال معدل التغير، لدينا TF X Y يساوي F ل X ناقص F ل Y على X ناقص Y، يساوي A X أس 2 ناقص A Y أس 2 على X ناقص Y، يساوي A عاملي ل X أس 2 ناقص Y أس 2 على X ناقص Y، يساوي هذه كما تلاحظوا مطابقة هامة. إذن يساوي A X زائد Y في X ناقص Y على X ناقص Y. بما أن X يخالف Y، إذن X ناقص Y يخالف 0، اختزلوا بهم تساوي A X زائد Y. إذن تحديد إشارة F مرتبط بهذا العدد، هذا عبارة على جداء. بما أن X أكبر من أو يساوي الصفر و Y أكبر من أو يساوي الصفر، فإن X زائد Y أكبر قطعا من الصفر. لماذا؟ لأن X و Y مختلفان، لأن X يخالف Y. إذن إذا كان واحد فيهم منعدم أكيد بالضرورة الآخر يخالف الصفر، وبالتالي هذا عدد موجب. ومن هنا يتضح أن إشارة معدل التغير هي إشارة A. نقول إشارة، إذن إشارة TF هي إشارة A. إذن إذا كان A موجبا، عندنا جوج حالات، إذا كان A موجب
تتعلموا بان ا عندنا تخالف الصفر، اذا هنا ا دائما تخالف الصفر، وبالتالي اذا كان ا اكبر قطعا من الصفر فان تا اف اكبر من الصفر ومنه اف تزايديه قطعا على ار زائد. وممكن نوضع الجدول بحال هكا، جدول تغيرات X تغيرات F نطرقنا من الصفر تل زائد ما لا نهاية. قلنا في هذه الحالة غتكون عندنا تزايدية، الصورة ديال الصفر هي صفر. بقات لنا الحالة ديال إذا كان A أصغر قطعا من صفر، ا اصغر قطعا من الصفر، يعني تي اذا تي اصغر فان تي اف اصغر قطعا من الصفر ومنه اف تناقصيه قطعا على ار زائد، يعني المجال صفر زائد ما لا نهايه، تناقصية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية. وجدول تغيرات F سيكون على الشكل التالي، هو X تغيرات F دائما نحن في المجال صفر زائد ما لا نهاية، قلنا ستكون تناقصية قطعا، إذا الصورة تاع الصفر نعلم وهي صفر تمشي بحال هكا. فيما يخص هذه القيمة سنتعرف عليها مستقبلا أو في السنة وبالضبط في السنة المقبلة إن شاء الله. رابعا لنضع جدول تغيرات F، رابعا جدول تغيرات F على R كلها. إذن هنا سنستثمر الزوجية، نعلم أن هناك خاصية تربط بين الزوجية والرتابة، بما أن F تزايدية على المجال صفر زائد ما في حالة إذا كان A أكبر قطعة من الصفر، إذا هنا غادي يكون عندنا جوج حالات، إذا كان أ أكبر قطعة من الصفر، أن جدول التغيرات يصبح كالتالي، إكس تغيرات إف ناقص ما لا نهاية صفر زائد ما لا نهاية. إذا قلنا إذا كان A موجبًا فإن F تزايدية، وبما أن F دالة زوجية فإن رتابتها تنعكس في المجال المماثل للمجال صفر زائد ما لا نهاية الذي هو المجال ناقص ما لا نهاية صفر. إذا كان A أصغر قطعًا من صفر فإن الجدول تاع التغيرات سيصبح بالشكل التالي، في حالة إذا كان A سالبا قلنا بأن F تناقصية قطعا على هذا المجال،
إذن في المجال المماثل ديالو ناقص ما لا نهاية صفر ستصبح تزايدية قطعا. إذن ننشئ CF، السؤال الأخير، ننشئ CF. إذن فيما يخص الإنشاء غادي ناخذ الحالة الأولى، مطلوب منا فاش يكون أ تساوي واحد. إذن الصورة عندنا F دو X، نذكروا بها F دو X في هذه الحالة تساوي X أس 2 أو في إطار باش نميزوها على الحالة الأخرى نكتبها بالأحمر F دو X تساوي X أس 2. التمثيل المبياني ديالها لاحظوا لي الصورة ديال صفر بهذه الدالة هي صفر، الصورة ديالت واحد هي واحد، F ديالت واحد هي واحد، يعني هنا هي هذه النقطة. الصورة ديالت واحد على ثلاثة على جوج هي هذه، ثلاثة على جوج أس 2 هي 9 على 4. ثم الصورة ديالت 2 هي 4. وبما أن F دالة زوجية فإنني ممكن نبدأ غير رسم هذا الجزء هذا وباستعمال التماثل المحوري بالنسبة أو التماثل المحوري الذي محوره محور الأرتيب، غنلقى هذه النقاط الممثلة هكا، وهكا غنكون تمكنت من إنشاء CF في الحالة ديالت A يساوي 1، يعني F لـ X تساوي X أس 2. فيما يخص الحالة الأخرى، إذا كان A يساوي ناقص 1 على 2، يعني F دو X في هذه الحالة هي F دو X تساوي ناقص x على أس 2 على 2. لدينا دائما الصورة ديال الصفر هي صفر، الصورة ديال واحد بهذه الدالة هي 1 أس 2 اللي هي 1، يعني ناقص 1 على 2 هي هذه. الصورة ديال 2، 2 أس 2 هي 4 مقسومة على 2 هي 2 مع ناقص، إذن هي ناقص 2. الصورة ديال 3 هي 3 أس 2 9 مقسومة على 2 ناقص 4.5 مع ناقص ناقص 4.5، يعني غتجي في هذه الجهة. وهكذا بعد الإنشاء نعلم بأن CF متماثل بالنسبة ل محور الأرتيب. إذن نستنتج CF في المجال ناقص ما لا نهاية صفر. كما تلاحظوا هنا F في هذه الحالة ديالت A يساوي ناقص 1 على 2 عندها قيمة قصوى، لكن ليست لها قيمة دونية، تبقى دائما ما عندهاش قيمة دونية، في حين أن هنا عندها قيمة دونية لكن لا يمكن تحديد القيمة القصوى. إذن نديروا لك خاصية أو بالأحرى تعريف وخاصية. ثانياً تعريف وخاصية. إذن نعتبر دالة أو الذي تكون F الدالة المعرفة على R ب F ل X تساوي A X أس 2، حيث A يخالف الصفر. F منحنى أو بالأحرى منحنى الدالة F في معلم متعامد، منحنى F في معلم متعامد ممنظم OEG يسمى شلجما، يسمى شلجما رأسه
رأسه النقطة O يعني أصل المعلم ذات الإحداثية 0 0 ومحور تماثله هو محور الأراتيب لأنه لأن الدالة F أثنانا دالة زوجية. إذن وكخاصية إذا كان A أكبر قطعة من الصفر فإن جدول تغيرات الدالة F يكون على الشكل التالي، يعني الدالة F تناقصية في المجال ناقص ما لا نهاية صفر، وبما أن F دالة زوجية إذن ستكون تزايدية في المجال صفر زائد ما لا نهاية. وهنا نلاحظ بأن القيمة صفر هي قيمة دنيا لـ F على R، ومنحنى F يكون موجه نحو الأعلى نقول محذب. أما إذا كان A أصغر قطعة من الصفر فإن جدول تغيرات F هو كالتالي، يعني F تزايدية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر وتناقصية على المجال صفر زائد ما لا نهاية، والقيمة صفر هنا قيمة قصوى، والسقف موجه نحو الأسفل نقول المنحنى السقف مقعر. شكرا على انتباهكم وإلى الحصة المقبلة بحول الله.